بتحب استقرار مصر، عشان كده لازم نسمع تحية كبيرة لتحيا مصر. واقف ورا دي بتعمل ازاي هنا؟ انت بتعمل ورا دي ازاي؟ ما هو واقف ورا دي. احنا لازم نطلع في اليوم ده، لو سمحتوا يا جماعة نسمع بعضينا شوية، ولسه في ضيوف تاني لازم نسمعها. الهدف الأساسي للاجتماع إن احنا نوصل رسالة للدنيا كلها إن الشعب المصري على بكرة أبيه خلف الرئيس السيسي، خلف استقرار مصر، خلف بناء مصر. الرئيس السيسي في 3 سنين ونص اللي اتبنى في مصر ما اتبناش على فكرة في أكتر من 10 سنين. عاصمة إدارية مساحتها 170,000 فدان، العالمين 48,000 فدان، أسيوط الجديدة 5 أضعاف مساحة أسيوط القديمة، تنمية في شبكات الطرق 7,000 كيلو متر، شبكات كهرباء، شبكات مية، تحلية محطات تحلية مية، عمل كبير جدا، منطقة صناعية، مناطق صناعية كبيرة جدا للبناء للمجتمع. في نفس الوقت الجيش المصري بيكبر كل يوم. تحية كبيرة للجيش المصري. تحية كبيرة للجيش المصري، الجيش المصري اللي كل يوم دماؤه اللي بتسال على ارض الوطن عشان يكونوا عاقلين الاعداديه. ضباط الشرطه اللي من الصبح موجودين عشان يامنوا الموقف ده ونكون قاعدين الموقف ده. احنا قاعدين في نعمه امن وامان، نعمه الامن والامان اللي ربنا قال عليها في الكتاب الكريم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت. الحمد لله تعالى النعمه موجوده، واحنا في نعمه امن وامان وفي نعمه اطعام. والله محتاجين لازم نحافظ عليها. بلاد جنبينا حاولوا بكل الامكانيات ان يحاولوا ان ترجع لهم بلادهم. ضاعت بلادهم، ضاعت في سوريا، ضاعت في ليبيا، ضاعت في اليمن، ضاعت قبل كده في العراق. حلم النيل للفرات حلم قديم بيخططوا ليه، ضاعت على اثر تخطيطهم العراق وضاعت سوريا. فاضل الفرات. انتوا مستنيين اصلا النيل يضيع؟ ما تردوا عليا يا مصريين. مستنيين النيل يضيع؟ مش هيضيع بيك. وانتوا عارف ازاي؟ لما نخرج نؤدي رساله للعالم كله ونقول احنا بنحب استقرار مصر، بنحب بناء مصر، بنحب رئيسنا الرئيس السيسي.